اجي بس للنقطه اللي بختلف معاك فيها، ان نادي الزمالك لو خد رمضان صبحي هياخده لو هو فري او من نادي تاني، ما انت ما تقولش ياخده من نادي الاهلي. عارف رمضان لو جه في نادي الزمالك ومستواه قل في فتره من الفترات او في كور هو ما وفقش فيها، جمهور، وانت عارف احنا لعيب الكوره والجمهور هيرجعوا تاني يقول لك بص مين ده؟ النادي الاهلي، شفت عامل ايه في النادي الاهلي؟ ليه يا كابتن ياسر؟ ما احنا جه عندنا ناس كتير قوي. ايوه بس انت ناس كتير قوي يا كابتن ياسر كده، ما تقلش على كده خالص. كابتن الزمالك او الزمالك من الاهلي وادت بشكل كبير. ما انا بقول لك اهو السوشيال ميديا اللي موجوده حاليا والامور الحاليا غير زمان، الوقت الامور بتبقى في ثانيه. يعني احنا انت ما جيت بنتكلم على احمد ياسر وقلنا لا تغير، قلت لك كله اللي بيتكلم مش كويس واللي بيشتم يعني انت بتقول ان رمضان صبحي مش هيلاقي الدعم الكافي في نادي الزمالك؟ من مين؟ من ثواني بس، ثواني من مين؟ ده من مين؟ واحده واحده بس، واحده مش هيلاقي اهو، مش هيلاقي يرد. ماشي انا هقول لك حاجه، اولا اللعيبه زمايله اللي موجود في نادي الزمالك لما يعرفوا الرقم اللي رمضان صبحي واخده وخلصان برقم كبير هيحصل مشكله جوه النادي. عمرها ما حصلت عندنا في نادي الزمالك، دي حصلت في نادي الزمالك في مشكله عبد الله السعيد واحمد فتحي. مظبوط، ده حصل عندكم في النادي الاهلي، ما حصلش عندنا. حصل ايه؟ مش ده اللي حصل في الاخر؟ الراجل قال لك انت ايه اللي حصل؟ طب ليه؟ لحظه بس يا جماعه، طب ليه الزمالك مش جاب مره اجوجو ايمن عبد العزيز برقم خرافي؟ ايه بقى اللي حصل؟ الفرقه وقعت. لا لا مين؟ لا حد النهارده في نادي الزمالك. لحظه يا كابتن ياسر. ايوه عشان عندي سؤال هفتكر. يا مهيب انا بتكلم دلوقتي بقول لك اللي حصل ده حصل في النادي الاهلي ما حصلش عندنا، بدليل عبد الله السعيد قال لك انا مش هجدد، انتوا جايبين ودافعين والقصه دي كلها، لا اشمعنى وعايز يمشي من النادي الاهلي، وده حصل. واحمد فتحي كان نفس القصه ومشوا. مظبوط،